السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا على كاع تعليقاتكم في الفيديو الاخر اللي درتي ديال الوصول ديال بابا بالسلامة. شكرا على خطيكم وشكرا بزاف 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 تعليقاتكم كلها على الراس والعين. الفيديو ديال اليوم درته باش نهضر معكم شويه، لان جاوني بزاف ديال الاسئله في الفيديو ديال بابا. جاوني الاسئله علاش غبرتي علاش هاد الغبره كامله، هاد الفيديو ديال باباك في رمضان، زعما الفيديو جاي معطل وداكشي. المهم بزاف ديال التساؤلات، وقلت انا ندير فيديو ونجاوب البنات. اولا علاش غبرت البنات؟ ما كانش عندي الوقت نهائيا، زعما فاش تشوفوني غبرت راه عرفوني ما فوق طاقتي، راه ماشي زعما الخاطري. ما والله الا ما كرهتش نكون ديما تنتواصل معاكم، ولكن ما يقدرش الانسان في حياته يدير بزاف د الحاجات في نفس الوقت. فصراحه ما كانش عندي الوقت نهائيا، اولا مع الخدمه، لانني كنت قلت لكم رجعت للخدمه، فكان عندي الوقت عامر، يعني الصباحات كلهم حتى الجوج تنكون خدامه عندي الخدمه. فاش نرجع مع الكوزينه مع الدار مع الدراري تيكون عندهم لي زاكتيفيتي في العشيه، الاسبوع كامل تيكون عندهم عامر، يعني الوقت تيكون عندي مزحوم، زائد رمضان زائد الصيام زائد بابا كان عندي. فراكم عارفين فاش يكون عندك شي حد عاوتاني في الدار تتكون شويه الامور مختلفه، خصك تعطيه وقت كثار وخصك هادي. فصراحه ما كانش عندي الوقت لليوتيوب، زائد انني عندي الخدمه ديالي في الدار او البزنس ديالي من الدار، فتيكونوا عندي اللايفات ديال السلعات البلدي، سورتو في رمضان، يعني رمضان والعيد تيكونوا موسم ديال البلدي وداكشي، تكون فيهم الخدمه بزاف. فرمضان كان عندي مبيزي، يعني انا من الاول شعبان بديت الخدمه تنبيع الشلال وداكشي، فعتي مع اللايفات مع الاوردرات مع الباكين مع البوسطه مع سيرواجي مع صيفط، راه مستحيل مع هادشي كله غنلقى الوقت لليوتيوب، لان اليوتيوب راه ماشي شي حاجه سهله البنات كي تتعرفوا، يعني خصو الوقت ديالو، خصو الوقت ديال التصوير. يعني مثلا انا تنكون خدامه وتنجي تنجري، خصني تنجي حتى للثلاثه للاربع بحال هكاك، وتخصني نطيب وراجلي يرجع في الربع، فما عنديش الوقت اللي نطيب ونصور، يعني تنكون تنطيب بالزربه بالزربه، ما عنديش الوقت نهائيا انني نطيب ونصور. عاود مور داكشي في العشيه تيدي هو الدراري الاكتيفيتي، تيكون عندي لايف، غالبا تيكون عندي اللايفات في العشيه، تسالي اللايف تنبقى نجاوب الميساجات تنباكي. فالانسان عاود تيشوف الاولويات، لان صراحه اليوتيوب البنات عطاتو وقت بزاف 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 من حياتي. ماشي عاد بديت البارح، راه تبارك الله دابا العام الثامن طالعه فيه ديال اليوتيوب، فعطيتو تنحس براسي عطيتو وقت كافي، ولكن ما هو ما عطاني والو، فما نقدرش نزيد نبقى نضيع فيه وقت بزاف. يعني تنشوف حاجات اخرين في حياتي، تنشوف خدمتي، تنشوف البيزنس ديالي، عاوتاني تنعطيهم حتى هما حقهم. ولكن انا كي شفتو راني ما يمكنش نسد القناه، اولا لان ما عمري غادي نسخى بكم، ما عمري نسخى بقناتي، لان ضربت عليها تماره، ولان ما ماشي طلعت بالساهل، وطلعت بالمصداقيه، وطلعت وطلعت بالنيه الحسنه، يعني الحمد لله ما طلعت بفضائح، ما طلعت بشوها، ما حتى شي حاجه. فراه ما غاديش ترخص عليا، اولا غادي نقدر نفرط فيها، ولكن راه ديما مهما خضاني الوقت، مهما كنت مشغوله، ديما تنبقى ديما في بالي راه خصني نعاود نخرج وقيت ونرجع للبنات، خصوصا البنات اللي ما عندهمش الانستغرام للاسف. اما تا البنات اللي عندهم انستغرام راه انا ديما معاهم في تواصل، ولكن اللي ما عندهمش انستغرام صراحه ما تنتواصلوش، وتنغبر عليكم شويه وما تتعرفوش الاخبار ديالي. فهذا بخصوص علاش غبرت. واستعدادات رمضان بزاف قال لك الناس تنساينوك ديري لنا نمله، قالوا لي علاش تنساينوك ديري لنا استعدادات رمضان. البنات استعدادات رمضان راه عندي في القناه بزاف، يعني من العامات اللي فاتوا راني دايره بزاف ديال استعدادات رمضان، يعني يكفي تدخلوا القناه وغادي ديروا استعدادات رمضان، يخرج لكم داك الشيء ديال هاد السنين اللي فاتت كامله. وهذا العام كان عندي استعدادات رمضان من نوع اخر، يعني فضلت انني نعطي وقتي قبل رمضان لاستعدادات اخرين، واللي هما العمل الخيري، المبادرات الخيريه اللي الحمد لله البنات. كنت نقول لكم هذه المشكل، ان ماشي كلشي متبعني في انستغرام،
المهم اللي عنده انستغرام ما متبعنيش صفا سبيس 24 صفا سبيس 24 انا نخلي لكم في صندوق الوصف. بنات اللي متبعيني راه غادي يكونوا عاشوا معايا لحظه بلحظه كاع المبادرات اللي كانوا كاع هادي. فالبنات اللي ما متبعينيش نقول لكم ان استعدادات رمضان الحمد لله هذا العام درناهم نوع خاص. استعدادات كانت فيها بزاف ديال الخير، فيها بزاف ديال الانسانيه، وفيها بزاف ديال الروح الايجابيه، وعشت لحظات زوينين بزاف وعاشوها معايا المتابعين في الانستغرام. لان كي قلت لكم انستغرام ولا تيجيني ساهل، فعاشوا معايا بزاف ديال اللحظات اللي مؤثره. المهم قدرنا نعاونوا بزاف الناس، درنا مبادرات ديال قفه رمضان، درنا مبادرات ديال مساعده العائلات المحتاجه، واللي بزاف الناس تيتواصلوا معايا وتنوصلهم مباشره بالعائلات، ودرت واحد اللائحه. ودوك الناس اللي كنا عاوناهم في كورونا وتيعاود فوق ما تجي شي مناسبه تيبقاو تيراسلوني وداك الشيء. فالحمد لله بفضل المجهودات اللي درت انا هنا والمجهودات اللي داروا الناس اللي تكلفوا في المغرب، وبفضل الكرم ديال المحسنات والمحسنين، وبفضل الكرم ديال المتتبعات ديالي اللي بزاف ساهموا في هذا الخير. من هذا المنبر كنت شكرتهم في الانستغرام، نعاود نشكرهم في اليوتيوب. من هذا المنبر نقول لكاع الناس اللي ساهموا، سواء اللي ساهموا بالتبرعات، سواء اللي كانوا تيوصلوا التبرعات في المغرب، او اللي تيوصلوا القفاف، او اللي ساهموا بمجهودهم الشخصي بسياراتهم بكل شيء بوقتهم. فتنقول لهم كلهم الله يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله، وفي ميزان حسناتنا اجمعين. شكرا لكم بزاف بزاف انكم قدرتوا تعاونوا، انكم قدرتوا تخليوني انا سبب. فالفضل لكم انني نكون سبب في هذا الخير كله، انني نحس بديك الفرحه ونحس بداك الفخر وبديك السعاده اللي حسيت بها. فكي قلت لكم في الانستغرام في واحد ستوري، يعني داك المساعدات اللي كانوا، داك الخير اللي درنا كان عندي هو احسن من اي استعدادات لرمضان. يعني انا ماشي فقط ما صورتش الاستعدادات اليوتيوب، انا ما درتش اصلا الاستعدادات حتى في داري بكثرت ما انا كنت مشغوله، لان كنت خدامه ومور الخدمه تنجيو انا الميساجات صيفط تنجمع هنا ونصيفط. فكان فيها مجهود بزاف وضغط نفسي، زائد بزاف الحالات اللي ما تتكونيش تعرفيهم، وتنرجعوا نعرفوا حالات جداد وتنشوفوا ظروفهم، ظروف جديده، وطبيعه الحال تيكونوا حالات تيقطعوا في القلب. فانا ما تنديرش داك الشيء هكا يا غير سطحي، يعني تنديرو من قلب قلبي، وهذا تيخليني نعيش داك الشيء باعصابي وبعواطفي وبكل شيء. ولكن الحمد لله الحمد لله، يعني وصلنا لواحد العدد كبير ومساعدات كبيره. كنا تنديرو القفاف، فجاه لقينا واحد العائله بالصدفه كنا غادي نديو لها القفه، لقيناهم عايشين في واحد الظروف خايبه بزاف. صدقنا درنا مبادره ديك العائله، فرشنا لهم واحد البيت ديالهم، شي ثلاثه العائلة اللي دينا لهم الفراش زريبيات، وقدرنا ندي لهم الحاجات علاش يجلسوا، الغطاوات باش يتغطاو الوليدات. المهم الحمد لله المبادره بقات تتكبر ووصلت لشي حوايج اللي ما كناش متوقعينهم. وبالنسبه للناس اللي في اليوتيوب واللي ما قدروش يتابعوا معنا للاسف هادشي في الانستغرام، واحد صديقة ديالي وفاء تنحييها من هذا المنبر، هي اللي لحات عليا قالت لي شوفي صفاء، دوك لي ستوري وداك الشيء كله اللي درتي في الانستغرام، راه الانستغرام لي ستوري 24 ساعه وتيدوزوا. قالت لي ولكن راه كديريهم في اليوتيوب باش يبقاو متقين، وباش تشجعي ناس اخرين يديروا هاد المبادرات، وباش ياخذوا ناس فكره، وباش تزرعي في الناس ديك الرغبه هما يديروا المبادرات. قلت لها زعما راه اليوتيوب شحال هادي ما حطيت فيه وتياخذ لي الوقت، وهي قالت لي عرفتي شنو، خلي حتى يدوز رمضان وترتاحي وجمعي كاع دوك الفيديوهات وديريهم فيديو. فسمعت الهضره ديالها وقلت اليوم مادام ندير هاد الفيديو نجاوبكم، غنجمع لكم لقطات من الفيديوهات ديال المبادرات كاملين اللي درنا، وغادي نخليهم لكم تشوفوهم وتعيشوا معنا هاد اللحظات. ايوا عندي ثلاثة ديال الفلوس، ما راهاش ثلاثة. ثلاثة؟ اه. السلام عليكم البنات، الله يجعلها لكم صدقه مقبوله ويجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي. بالنسبه للعشره ديال القفيفات ها هما، ها الطحين، ها الزرع، ها الزرع، ها الكاشير، ها مطيشه، ها التمر، ها السكر، ها حبوباتي القهوه مطيشه. عسير الله يسهل عليكم، الله يبارك عليكم، كلها راه معمر ربي خير ان شاء الله يا ربي، الله يجعلها لكم في ميزان حسناتهم يا ربي، الله يسهل امركم حتى نتوما. امين. ها
السلام عليكم البنات، ها هما الدراري مساكن خدامين معنا الله يجازيهم بخير، ها هما كيعمروا المواد الغذائيه. لا لا خويا دوز لا تجي هادي ديال مالي مسير المحل هي. لا تجي حماص صافي دي صح هادو هما عادي انا ها هي غادي ماشي حنا ماشي حنا حنا فرقنا في الدار داك العام ما وصلناش كاع لا هادي دابا الروج ما درتوش في هاد القفه لا الروج عاد نديرو فوق ها هو عندي صافي ها القفه شنو فيها ها السكر جوج المورصو اجي قطعه داك هي ديال التمر البيدو ديال الزيت ديال جوج اترو سنيدة كشيرة العسل كاسة مطيشة باكية الخميرة شنو كاين باكية القهوة باقي الحبوباتي الحمص الشعريه الروز مازال ما دام فيري خلاص هذا ديال الماعن والروز باقي الروز مازال ما درناش هذا ها هو شد من عنده يلا ديري الروز ها الروز الحين خلاص الحين ها شفت ما فيها الرز راه بقى الرز كله كرم البنات احنا غاديين ان شاء الله في الطريق نوصلوا لواحد العائله في المدينه القديمه واخا كاين صعوبات الاوضاع ولكن ان شاء الله باذن الله غنوصلوا ان شاء الله يا ربي هنا جوج قفات نتوما المحسنين هانتوما هانت يا صفاء اختي هانتي شوفي الناس مساكن فين ساكنين اللي قلت لك راه عندهم ديك القفيفه هانتي شوفي على دخيله فين ساكنه مسكينه ها هي ها القفيفه اللي جبت لها صفاء ها الوليدات مساكن اللي قلت لك عليهم وشوفي ها الدار هانتي مساكن ما عندهم لا بطاطن لا حوايج ما تبكيش اختي ما تبكيش هانتي 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 ومازال عندها بنيه اخرى في المدرسه هانتي شوفي مساكن ما هانتي عندها 15 عام ها الوليدات مساكن ناقصينهم حويجات ناقصينهم بطاطنيات ناقصينها زريبيه شوفي على دخيله فين ساكنه مسكينه ما عندها حتى حاجه لا 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 فين تحط حوايجها لا فين شوفي على كويزينه فين عندها هذه هي اللي قلت لك صفاء انا نصورها لك وصفتيها انتيا انتي ما عندهاش مسكينه الظلام ما عندهاش الضو هذه هي الكويزينه هكا وشوفي السطح مساكن انتي هذه هي الطواليت اللي عندهم مساكن في السطح تيخرجوا الدراري انتي شوفي على قنيت شوفي على دروج هانت شوفي على دروج مساكن ها الطواليت هنايا مساكن هنا تيخرجوا للطواليت ها هما فهاديك الركينه في البرد وفي الشتاء وكلشي هانتيا هانت يا صفاء شوفي هاد السيده عاوتاني ساكنه حداها هانتي شوفي هانتي حتى هي شوفي مسكينه شوفي ما كتشوفش راه ما كتشوفش وما تتشوفش مسكينه هانتي شوفي مساكنه مسكينه هانتي شوفي شوفي على دخيلها يا صفاء هانتي
هانتوما شنو بغيتي تما الشريفه؟ لا شعلكم غير دوي تشوفوه كتفتحوا الضو. هانت هانت يا صفاء هانت المحسنين اللي دار شي حاجه في وجه الله. ودوا هانتوما الدوا ديال العينين تما الشريفه ما كاينش الضو كاين تما ماشي تما مسكينه ما تتشوفش السيده. عندي الكلي ديال التليفون عندي كلي. سمحي لي الشريفه انا نشوف لك. شوفي ريحه الخيط ها الخيط ها الخيط ها الخيط ها الخيط كاينه فيها النقاطه ها هانت شوفي عندي شنو كاين ها انت يا ها الخيط ها فين مسكينه تتنعس ها انت هي هاد البيت الله يعاونكم ها انت الله يكون معكم هانتي هانتي ميت عارفه العمره بنتي ربي يكون معاكم هانتي مسكينه ها فين تطيب وها مسكينه فين تتاكل. شوفي شنو نقول لك شوفي الكذب ما كانش دابا نكذب عليك واحد اخر يكذب عليكم نقول لك شي كلمه عندي جوج بنيات راهم مجوجين في خيامهم وقرب الجاب الله يعاونهم ما كاينش اللي تيقول شي حاجه الشريفه. لا 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 باش ما نكذبش عليك. لا الله يسهل عليك الشريفه وان شاء الله حنا نديرو هي الخير وغنعاونوك الشريفه ونصيفطوا هذا الشيء للناس اللي قادين المحسنين وصفاء هي اللي غادي تشوفها انتم هاد الدخيله. الله يسهل عليك الشريفه. السلام عليكم البنات لاباس عليكم بخير شويه الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا ربي ويجعلها صدقه مقبوله. ها هما ثلاثه ديال الزريبيات. بالنسبه للملايات حنا خدينا 11 الملايه ان شاء الله يا ربي باش نوصلوها باذن الله. الله يخلف على المحسن والمحسنة الله يجازيهم بخير ويجعلها لهم في ميزان حسناتهم. السلام عليكم كي دايرين كي بقيتو البنات لاباس عليكم. ها هما المخدات حتى هما مازالين كنتسنى الطليمطات باذن الله. الله يجازي بخير المحسن والمحسنة اللي معاونين في هذا العمل. السلام عليكم بالنسبه للزربيات حنا خديناهم الله يجازي بخير المحسن والمحسنة اللي مساهمين في هذا العمل الخيري الله يكثر خيرهم والله يجعلها في ميزان حسناتهم. السلام عليكم هذه السيده اللي عندها 5 ديال الايتام ها هي جبنا لها دوك الغطيوات الله يسهل امركم ويعطيكم ما تمنيتوا ربي يوقف معكم ويسهل عليكم الله يخلي لكم صحيحتكم كيما توقفوا مع الناس الله يجعل ربي يوقف معكم ويسهل عليكم. خاصني المقاطعه عاين ها هما الدراري شارجاو الله يجازيهم بخير ويجعلو حتى هو في ميزان حسناتهم يا ربي. الله يكثر خيركم الله يكافي منو خير. السيده الحاجه الخير اللي دار كله الله يخلف عليه الله يكثر خيركم ما كيضربوا بيت انا راه بيت ها هو البيت الله يحسن بهم. ها هي الطبيله ها الزريبيه الله يجازيكم بخير المحسن والمحسنه الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. وهي الحاجه ادعي معاهم يا ربي في خميرتهم عرفوني معفور الله وانا يا ربي كنطلبك اعطيهم اللي بغاو في خاطرهم انا ما كنتش نقلبهم شنو بغا وانت يا ربي اعطيهم اللي بغاو هادو وهادوك اللي شفتوكم ووحدين اخرين حنا كنا اسلام يا ربي دير فينا الرحمه يا ربي يا ربي اهدي العاصي والطايع يا ربي يا ربي اهدي العاصي والطايع اهدي هاد الشباب على والديهم يا ربي كنبكي تنقول لي ما عندي ولاد ملي كنشوف لي كيبكي على الولاد كنقول له يا الله ما شاء الله الحمد لله اللهم لك الحمد. والله بنتي كانت كنبكي ونبكي وعليها ما بقيتيش تشوفي الحاجه كان عندي شاب ليام هبنتي لا اله الا الله درتي شويه الحمد لله بنتي شويه دا ها هي الحاجه ها هي تا هي زريبيتها حيدي ديك الميكان تحت الطبله سميتها كديريها ليا للزربيه اه باش ما توسخش واخا انا كنت كنهرق الماء اه ها هي الحاجه حتى هي ها زريبيتها ها زريبيتها وها الغطيوه ديالها الله يخلف يخلف المحسنين يا ربي الله يخلف على المحسنين يخلف عليكم انتما اللي شقيتو يا بنيتي والله يرضي عليكم والله يسهل عليكم صافي يسهل عليكم الله يعاونكم يا بنيتي واخا ما تنشوفو طبو نتوما معايا ربي يسهلي على الدواء راه هلكني الدواء يا بنيتي هلكني الدواء عليكم يا الحبيبه ديالي لا لا حاجه 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 لا لا هذاك الشيء رزقك رزقك جابو لك الله رزقك رزقك اجر حنا ما درنا حتى حاجه حنا غير مسخرين لا كلكم بدو لي زعما بدو لي اللهم بارك لك الحمد لله هاك يا اختي شوفي الحاجه هاك هاي صحتك وراحتك هاك صحتك وراحتك المحسنين اللي وقفوا معاك صحتك وراحتك
يا ربي راني نفوتكم سنة يا ربي يا ربي يا ربي وحبتهم. يلا خليت لكم الراحة بصحتكم وراحتكم. الله يوقف معاكم، الله يسهل عليكم، الله يجعلكم الأجر والحسنات طول حياتكم. الله يوقف معاكم ويوقف مع هاد البنات المساكين اللي معذبين معانا. الله يسهل عليكم والعواشر مباركة مسعودة ويفرحكم باللي بغيتو. فرحتونا، الله يفرحكم باللي بغيتو. المهم احنا غادي ان شاء الله بإذن الله. ها هما كيلمطو اللهم امين. الله يجازيك بخير. اللهم امين. اللهم امين يا ربي. السلام عليكم البنات. ها هي السيدة مولات البنيتات، الله يجازيهم بخير المحسنين. ها هي. المهم دابا راه فرشنا بالزربة وصافي. ها الملايات، ها الطليمطات، ها الطبيلة، ها الزريبيات. فرحتوها، الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا ربي. هي تهضر معاكم هي. السلام عليكم. الله يسهل عليكم والله يرحم الوالدين. فرحتوني وفرحت وليداتي، الله يسهل عليكم في هاد العواشر والله يوقف معاكم، الله يجازيكم بخير. انت ما جاوبتينا. هانتي السلام عليكم صفاء. هانتي صيفطت ليا 100 دولار. ها هي جاتني ب 956 درهم. ها المراه انا غنعطيها لها، ها وليداتها، ها الوليد الاخر، ها هو هاد الوليد. هانتوما فرحتوهم. هاكا الدرسية قطي نعطيها فلوساتها. شوفي هانتي. شوفي سمعي، خلصي الكره هو الاول وعاد لي بقى شريه. هاك هانتي هانتي، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها 16. لا حسبي لها، حسبي لها، ما تتعرفش مصيرة، ما تتعرفش. اسكت. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها 16، ها 18، ها 19، ها الصرف ديالك. ها هو انا هي واحد شويه انا ضحكت مع الناس اللي سافروا دابا ولا فاعلين خير. امين امين. امين الشريفه. امين بصحتك وراحتك والله يخلف على الناس اللي سافروا. امين امين الشريفه. امين الله يفزع عليكم في الجنه يا ربي. كم البنات احنا وجدنا القفف. انا تنقول لكم شنو فيهم. فيهم كيلو د الروز، فيهم الفرماج 24، فيهم كيلو د الحمص، فيهم كيلو د الشعريه، فيهم مطيشه تاع الحق العيشه، فيهم العسل، ها هي فيهم القهوه، فيها حبوبات اتاي، فيها بيدو د الزيت تاع جوج لترو، فيها الخميره، فيها سنيده كيلو وجوج نتاع المورسو. خرجيها خرجيها. ها هما، ها هي وحده راه محلوله ما بغيتش نخرجها، وها كيلو، ها هما، وفيهم هذيك راه جوج كيلو سنيده، جوج كيلو سنيده، وفيها 5 كيلو نتاع التمر. ها هو التمر هنايا، ها هما 5 كيلو، وحنا عاد نجيبوا 10 كيلو نتاع الفورس و5 كيلو الزرع، حيت الشتا ما بغيناش نحطوهم، نديروهم نيشان في الطوموبيل. السلام عليكم. عرفتوا راه الشتا داكشي علاش ما قديناش نصوروا داكشي زعما واضح اكثر من القياس. راه الشتا كتخبط. هي كيما قلت هي صيفطت قلت لها انا الدائره اللي نوصلها لك. الله يخلف عليها والله يرحم الوالدين الجميع. الله يرحم الوالدين الجميع. ماذا جيت ما قريتك؟ جيت في الصالون. لما ايديك بتمد الخير، اول ما تشوف الفرحه في عين الغير، وكانك في السما طاير فوق اعلى من الطير.
الطير وكفاية يكون ربنا عنك راضي وفرحان. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، حتى النجوم لو في السماء عمرها ما تكون بعيد. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، حتى النجوم لو في السماء عمرها ما تكون بعيد. صافي البنات كي شفتوا كل لحظات مؤثره، كلها مبادرات اللي اثرت فينا احنا ايجابيا وفرحتنا، وايضا قدرنا نفرحوا دوك الناس واخا بحاجات بساط. ومن هذا المنبر تنقول كاع اللي قدر يساعد باي حاجه يساعد، اللي قدر يعاون الناس اللي محتاجين يعاون، ولو بمجهوده ولو بصوته ولو يوصل رسالتهم للناس. يعني انا ما نقدرش نعاون الناس كاملين، ولكن على الاقل تنستغل هذاك البلاتفورم ديالي او ديك الصفحه ديالي باش نوصل صوتهم للناس. والحمد لله الناس اللي تيثقوا فيا والناس اللي تيبغيوني والناس اللي تيحترموني تفاعلوا معايا وقدرنا نمدوا يد المساعده ليهم كاملين. غادي نقول لهم الله يخلف عليكم، الله يكثر من مثالكم، الله يخلي لكم صحتكم والله يجعلها في الميزان المقبول. وغنقول للناس اللي ساعدناهم الله يغنيكم من فضله، والله يفتح لكم ببال الخير، والله يبدل ظروفكم بظروف. وغادي نقول لكم انتم شكرا انكم تابعتوا معايا هذا الفيديو، شكرا على المتابعه. نتلاقاو في فيديوهات مقبله، عندي فيديوهات خصها المونتاج ان شاء الله نحاول نمونطيها ونحطها لكم. انا دابا راني جلست من الخدمه، يعني في الاخر ديال شهر 5 جلست من الخدمه، لان الدراري صافي في الاول ديال شهر 6 غياخذوا العطله. فراكم عارفين الوليدات فاش تياخذوا العطله، يعني ما عنديش لا يقابلهم وداك الشيء، الظروف ديال هاد البلاد يعني ضروري واحد تيضحي بخدمته باش يجلس. فانا غادي نعاود نجلس باش نعطي الوليدات وقتهم وهادي ونقابلهم في الصيف، فتنظن يكون عندي متسع وانا نرجع نصور فيديوهات وغادي نرجع ان شاء الله نشاركهم معكم ونتواصل معكم. غادي نقول لكم الى اللقاء، شكرا على حبكم المشروط، نموح عليكم وحبكم في الله كما العاده. وتنتمنى انكم في هذا الفيديو تخليوا لي اكبر عدد اللايكات. انا عارفه راكم تتبغوني، ولكن البنات راه شويه تتبخلوا عليا في اللايكات، يعني الفيديوهات كاع اللي تنحط تلقى واحد العدد اللايكات هابط بزاف، ما عرفتش واش حيت انا ما تنطلبهاش. يعني انا تنتحرش في كل فيديو نبقى نقول لكم خليوا لي، ولكن لانني ما تنقولش خليوا لي اللايكات، فالاغلبيه تيتفرج ويدوز ما تيخليوليش لايكات. لايكات بطبيعه الحال ما عليهم حتى شي مقابل مادي، ولكن معنويا يعني تيحسوني ان الفيديو عجبكم او لانكم راضيين على الفيديو. فخليوا لي اكبر عدد اللايكات، وخليوا لي ايضا تعليقاتكم وقولوا لي شنو رايكم في المبادره، واش تبغيو ان شاء الله نزيدوا شي مبادره في عيد الاضحى اللي على الابواب. مهم شاركوني الاراء ديالكم وشاركوني التعليقات ديالكم وعاونوني باش نعاود نرجع مره اخرى، لان حتى المساعده المعنويه او الدعم المعنوي تيلعب دور كبير باش يعطيك واحد الشحنه ترجعي تصوري فيديوهات وترجعي تحطي فيديوهات. فنتمنى ان شاء الله انكم تشجعوني وانكم تدعموني وتخليوا لي لايكاتكم وتعليقاتكم اللي ديما تترفع لي معنوياتي وتتعاود تعطيني شحنه جديده باش نبدا معكم من جديد. الى اللقاء ونتلاقاو في الفيديوهات المقبله، مع السلامه.